السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومدوك زمانور تدريب كلاب البحيرة كابتن أبو نور. النهاردة معانا الأستاذ محمد طبعا من محافظة اسكندرية، وبنجو كان جاي بياخد كورس طاعة. بنجو يا جماعة اللي احنا اتكلمنا عنه في حلقة قبل كده، الودن كانت عاملة ازاي؟ كنت جايب الودن عاملة ازاي بصراحة؟ طبعا الأستاذ محمد جاب لنا بنجو يا جماعة، كانت الودن نايمة خالص وقال أنا تعبت فيها. أنت كنت عامل لها دعاء يا أستاذ محمد قبل كده؟ لا ما عملتهاش. عملتش ده؟ فيتامينات كتير اداله فيتامينات واداله حاجات مقويات وحاجات زي كده علشان الودن توقف. ما جابتش معاه نتيجه خالص لحد الكلب ما وصل لكام؟ على 6 شهور. لحد الكلب ما وصل لعمره 6 شهور، وقلنا ان خلاص طالما العمر ده الكلب وصل له الودن مش هتقف، بس احنا ممكن نساعد الاستاذ محمد معانا هنا في التدريب ان احنا نعمل دعامه وندي للكلب شويه حقن، دي بوفيت وحاجات زي كده. الحمد لله عملنا دعامه لبنجو وادينا له شويه حقن، وبالفعل ودان الكلب وقفت وبقت تمام التمام. طبعا ده بنجو يا جماعه بعد كورس الطاعه بتاعه، والاستاذ محمد بيستلمه وشاف دلوقتي التدريب بتاعه، وكنا نزلناه في حلقه قبل كده. تمام، نسمع بقى راي الاستاذ محمد ونشوف رايه ايه من ناحيه صحه الكلب ومن ناحيه الودان اللي كانت نايمه ومن ناحيه تدريب الكلب كمان. والله بسم الله ما شاء الله، يعني لازم بصراحه والله بسم الله ما شاء الله. ما تضحكش على اسكندريه. لا بسم الله ما شاء الله، لو كنتش متخيل وكنت صراحه فاقد الامل في موضوع ودنه، لان حتى الدكتوره اللي كان بيروح عندها في تمام قالت خلاص ما فيش امل، يعني ما دام فضل 6 شهور مفيش امل. بس بسم الله ما شاء الله دلوقتي الكلب اتحول خالص، يعني الله يخليك. بالنسبه للحاله الصحيه؟ لا بسم الله ما شاء الله تمام، بسم الله ما شاء الله ربنا. لا الله اكبر عليكم، نظفت الكلب. لا والله اكبر عليكم امانه والله. تمام ربنا يبارك لك يا باشا، ربنا يبارك لك في الراس. تحياتي لكم يا جماعه، وتحياتي للاستاذ محمد، وتحياتي لكل محافظه اسكندريه، الناس الجميله جدا، الناس المحترمه جدا، وكل مربين الكلاب في محافظه اسكندريه. تحياتي للجميع، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان تتابعوا معانا كل الحلقات، وباذن الله الحلقات الجايه نشوف في المزرعه الكبيره بتاعت كابتن ابو نور باذن الله هنتابع مع بعض وتدريبات على ارقى مستوى. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.